تنجات ونجاح، وسننتقل إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي إن شاء الله. فلنستعد لفرحة النجاح ولنفكر الآن في حفل اختتام السنة الدراسية. حسنا يا صديقاتي، لننتقل في مجموعات كما اعتدنا ذلك. أنا ورفيقاتي في مجموعة الموسيقى، سنتدرب على تقديم العروض الموسيقية. ماذا ستقدمون خلال هذه العروض؟ سنقدم أناشيد وأهازيج شعبية وأغاني متنوعة. أما نحن في مجموعة التشكيل فسوف نرسم عند مدخل المدرسة جدارية عريضة نزينها بالورود والزهور مختلفة الألوان، وسنكتب بين هذه الورود والزهور اسم مدرستنا باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية. ستكون لوحة رائعة بلا شك. وأنتن يا إيمان، ماذا تقترحين في مجموعة المسرح؟ نحن سنتهيأ لتقديم عرض مسرحي نتحدث فيه عن حبنا لأساتذتنا ومدرستنا ولكل العاملين بها. اختيار حسن، مدرستنا فضلها علينا كبير، هي أمنا الثانية ومن واجبنا أن نعترف لها بالجميل. ومن واجبنا أيضا أن نقدم لأستاذاتنا وأساتذتنا رسالة شكر وتقدير وإجلال ومحبة، لأنهم يسهرون من أجل تربيتنا وحمايتنا. كل مقترحاتكم رائعة يا صديقاتي، ولكن لا تخسى، كيف سننجز هذا ولم تتبقى لنا من السنة الدراسية إلا أسابيع معدودة؟ سنوزع المهام بيننا والتعاون سريعا. لأنفسنا أولاً ثم لزملائنا كيفية في باقي مستوياتنا أننا مبدعون وأننا نستحق النجاح والانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي. لا شيء مستحيل. إلى اللقاء.